международные отношения сегодня. وضعنا أمامنا هدفا في عام 2024 الوصول إلى 500 مليار دولار، وهناك أساس لكي نصل إلى هذه الأهداف قبل التخطيط الذي جرى لها، وهذا يعتبر أمر هام للطرفين. وأيضا نحن نتعاون في مجال العلاقات الدولية، وأنتم كوزير خارجية للصين في السابق لسنوات عديدة تعرفون وشاركتم بشكل مباشر في اللجنة المركزية، ونحن نشكر فريقكم في وزارة الخارجية على هذا العمل المشترك. في العلاقات الدولية اليوم هي معقدة ولم تصبح أفضل بعد انهيار العالم ذو القطبين، بل أصبحت أكثر حدة. وفي هذا الصدد فإن التعاون بين جمهورية الصين والاتحاد الروسي، أكثر مرة أكدنا هذا الموضوع، لها أهمية كبيرة استقرار الوضع في ساحة الدولية. ونحن نتعاون في مجالات أخرى منها المجال الإنساني، وأيضا في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن وبريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، ولدينا عمل مشترك كبير. وأيضا نحن ننتظر الرئيس الصيني في زيارة إلى روسيا، ولقد اتفقنا على ذلك في السابق، وأنا أفهم أن هناك جدول أعمال داخلي، ولكن بعد حل المسائل المرتبطة بهذه الزيارة سوف يكون لدينا الفرصة بعد المؤتمر في الصين لتحديد الكوادر. فهذه الزيارة سوف تعطي دفعة جديدة لتطور العلاقات بين بلدينا. شكرا جزيلا لكم على هذه الفرصة، وأنا بودي أن أقول أن السيد شي جين بينغ التقى معكم لتنمية الشراكة المتبادلة بين روسيا والصين، وأنا حضرت هذا اللقاء وذكرتم أن طرف روسي وجه دعوة لشي جين بينغ للقيام بزيارة رسمية إلى روسيا، وذلك يأتي لمصلحة تحقيق مختلف الأمور متبادلة المنفعة. وطبعا في هذا العالم المتغير نحن نطور علاقاتنا بين روسيا والصين، وطبعا تتطور هذه العلاقات بثبات. وطبعا هناك أزمات في العالم والتحديات، وطبعا هناك فرص، ويجب علينا تحويل كل هذه التحديات إلى الفرص. فلذلك يجب علينا أن نستخدم الإمكانات للاستجابة على كل هذه التحديات لتعميق علاقاتنا وتعاوننا، ونحن منفتحون على تشديد على علاقاتنا، ونحن نهدف إلى إعلاء سوية هذه العلاقات. وبطبيعة الحال يجب علينا ألا تضغط علاقاتنا من قبل دول ثالثة. طبعا لدينا أسس قوية سياسية وحتى ثقافية، ولدينا خبرة واسعة في كل هذه الاتجاهات المشتركة، ونحن نقف بجانب فقرة تعددية العالم
والعلاقة الدولية على أساس من التكافؤ. كل هذا يأتي في مصلحة التاريخ والوقت المتبادل، ونحن مع الجانب الروسي مستعدون لتعميق اتصالاتنا السياسية والاستراتيجية وتقوية التعامل.